السلام عليكم. أنا حاليا بالتيم هورتن اللي هي ماركت يعني كافيه كندية. الشيء اللي ثار انتباهي اليوم أنه حاطين الستاف اللي يعني يأخذون الأوردر واللي يسوون الأوردر من الصم والبكم. يعني استغربت في البداية من أول واحد عملت سويت الطلب من عنده ولازم أكتب له، وبعدين اجى واحد ثاني من الستاف كمان نفس الشيء، يعني ظهر انه الشفت كله هم يعني البراند مقصدين انه يكون من الصوم والبكم. ف طبعا هو اكو رايا بخصوص هذا الشيء انه تفكر انه ممكن هذا راح يقلل المبيعات من جانب، ومن جانب اخر ممكن انه الناس يعني نوعا ما تحترمهم، تنقهر عليهم وتحترمهم اكثر، تقدرهم وتشتري اكثر. فأنتوا شنو رأيكم؟ يعني أي رأي تنجح به؟ يعني أي رأي الناس أكثر تنفذه أو تنجح به البراند؟ وهو طبعاً فد مبادرة ممتازة من البراند كسوشال سيكوريتي، يعني من سوشال ريسبونسابيلتي أنه يكون عندهم مسؤولية اجتماعية، وتغير طبعاً هاي الإيمج صورة الماركة بشكل عام للناس. فأتمنى تتركون رأيكم تعليق تحت هذا الفيديو.